بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم بولاية بجاية عاصمة الحماديين. إذا نشكركم على زيارتنا لعشية يوم الاختراع. كما تعلمون بولاية بجاية التي تضم 52 بلدية عدد الهيئة الناخبة فيها بلغ 55728. عدد 52 بلدية تتوزع على 19 دائرة. عدد المراكز فيها بلغ 509 مركز و53 مكتب ملحق. أما بخصوص عدد المكاتب فقد بلغ 1706 مكتب يؤثرها 14487 مؤثر. أما بخصوص التحضيرات فنحن على أتم الاستعداد ماديا وبشريا، وسواء فبالناحية المادية قمنا بتوفير جميع مستلزمات يوم الاقتراع وهو حاليا بعين المكان، وآخر مرحلة قمنا بها هي مرحلة تسليم ونقل أوراق الانتخاب وهي كذلك بعين المكان. أما من ناحية البشرة فكما سبقت وأن أشرت 14487 مؤطر، كما سخرنا كذلك على مستوى المندوبيات البلدية والولائية عدد هائل من 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 الإطارات المؤهلين، سواء ما تعلق بالخلايا التقنية وكذلك المسخرين للقيام بمهام التحضير وكذلك بالقيام بمهام يوم الاقتراع. من ناحية أخرى كذلك من ناحية اللجان فإن جميع اللجان جاهزة، سواء كانت لجان انتخابية بلدية وكذا اللجنة الانتخابية الولائية.